ادينا اماره ان انت ابراهيم لاتم. يعني ازغرط لك ولا اطبل لك عشان هتعرف ان انا ابراهيم لاتم؟ اسلم. ده ايه اللي بيهزر من ورا باب الخشب ده؟ بامرتي العلقه اللي كلتها امبارح في السيده زينب. طب ودي اماره من منطقه كلها عرفت ان انا اتروقت من امبارح. اديني اماره تانيه. اماره تانيه؟ اه بامرتي الشنطه يا حبيبي لاتم. حبيبي لاتم نعم ارغي عن الامور. الله الله الله، انت نسيت ولا ايه يا لمبي؟ مش احنا متفقين انك هتعمل كبيري وقدوتي وتيجي معايا تخطب لي الليله؟ اه اجي معاك اخطب لك الليله. انت ما تعرفنيش غير لما اكون في مصلحه. لما اكون في مصلحه تعرفني. خلاص بقى يا لمبي بقى. خلاص بقى صح؟ دوختني عليك 3 اشهر عشان دين صغير في رقبتك. فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ عيب يا لمبي، عيب الكلام ده. يضعب ايه يا فين ال 15 جنيه عليه؟ يا لمبي عيب عيب. عيب عيب، وانا بقول لك كلام سكس. فين ال 15 جنيه؟ معيش يا لمبي. معاك صح. لان انت كده بقى بتعمل عليا فرده وبتبلطج على يا لمبي. فين ال 15 جنيه؟ فين ال 15 جنيه؟ والله العظيم هطلع لك من اخرك 3 اخوان ومراخينك. لا لا خدهم. على ما عفنا. أخذ أنت بقى صاحبي وحبيبي وجدعنا. يلا بينا يا عم على نهر. الليل ده كله كان امبارح بالجدني حرمان وقاسية. اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير. بص يلا بقى هانتكك من عند عمك زقرم لأن حاجة هنجح. سلام عليكم يا عم زقرم. مرحبا يا لمبي. مرحبا بابا. والنبي عايزين نخرب بيتك عجله. والنبي عايزين نشارك الواد ده كده وننجهه يعني. علينا. يبقى بني ادم يعني. انت تؤمر. خش يا حيوان. مش عارف كده حاسس ان في حاجه غلط. بس شايف الوجاعه؟ وجاه وجاه وحيت ابوك الحلو كده. والله يا ابني انت هتشكر بذوقي. ذوقي؟ عيب. وخدها يا احمد 15 جنيه يا عم اللي كنت واخدها منك عشان خاطر اللي عندك. انت حي ان انا نوطك في ليلتك يا احمد. ايه ده لمبي؟ انت اخويا بحقه حقيقي يا لمبي. امال ايه يعني؟ اخويا يا لمبي. مش مصدق نفسي. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص ما تقولش كده. مش مصدق نفسي يا لمبي. خلاص يا ما خلصت الغباوة. مش ما خلصت الغباوة بتاعت أبوك. مش هتقول الأهلي هدي المصطبة. اعوذ بالله. اقعد يا عم انت وهو. اقعد ليه؟ ومين بقى العروسه؟ مين بقى في الثلاث موزز دول عشان ما اجيش على حق صاحبي يعني؟ الرابعه. ياد الثلاثه. ياد فين ياد الثلاثه؟ مين واحده في الثلاثه عني؟ الرابعه يا لمبي. هي دي؟ اه هي. تصدق انا شفت البني ادمين بالظبط؟ ايه لازم انت واخد سنك السودا دي؟ بحبها يا لمبي بحبها. طب خلاص طب خلاص، يا ريت انك بتتزفت بتتبعث، بس لازم تضمن حقك. ايوه طبعا. اللي هتقول لي از؟ لا مفيش از، لازم تضمن حقك. وده واجبي انا عليا كصاحب. ها قبل ما يقع في الخطيئه لازم اقول له دي ماده بواقع قنبيالات. كميالات؟ وانا اشتري تلاجة يا لمبي؟ يا تفهم يا زي التلاجة على الاقل ليها ضمان، انما دي شكلها متخزنة بقى لها كتير ملهاش ورق. الدمارك مفيش. فانت ماشي؟ انا بحبها يا لمبي، لو ما خدتهاش هموت نفسي. يا ابني انت كده كده متنيل على عينك ميت. الله، انا عندي تتجوز ابن عمك يا اخي ارحم. يعني احنا جايين النهارده ناخد لاخونا اهتم اختنا سمير ارضف، و ربنا سامحنا على الجريمه اللي احنا نعملها في الكون دي، بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله. فاحنا كنا بنستاذن ساعات من حضرتك. علي. نعم
على ايه؟ على ان شاء الله يبقى التاسع يوم العيد ان شاء الله يبقى شكبه وتكتك تاك شكبه وتكبك. ايه اللي قلت ايه؟ على ايه؟ ايه يا عم اللي ايه يا عم اللي ايه اللي حامل اللي في وشه ده؟ دي حادثه قديمه. هتدينا سحبوه من تحت دي جي ولا ايه؟ معلش يا لمبي استحمله عشان خاطر ربنا هستعمله اللي استعملك انت. معلش يا لمبي خلاص انت عاطبطني ولا ايه؟ معلش يا لمبي اقعد انت بجد اتقوي يا لمبي تقصر. واخد بالك يا عم المرحوم؟ احنا يعني احنا عندنا غطا ويلزم الحلة وعايزين ندخل الحلة والغطا في حلة ببعض. انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ كويس من اي ارتجاع. نعم؟ كويس من اي ارتجاع. نعم يلا يا عم. يا عم يلا يا عم ده بيتكلم على واحدة تانية غير بنته في قلب المكان ده. ده بيحلم وهو قاعد يا عم ده تنفلتك الصعب. معلش يا لمبي. لمبي بالظبط ايه؟ عشان خاطري الجواز دي مش هتتم يا عم. ما ينفعش. ده انت بص شكلك عامل ازاي وهي شكلها عامل ازاي؟ هتخلفه في مفرد الجزمة. وعلى حاجة. انت جايبنا في قلب مكر. انت جايبنا في قلب مكر. لمبي فين الفلوس والمجوهرات اللي كانوا في الشنطه؟ لمبي والله العظيم كان في مجوهرات ولا في اي حاجه في الشنطه بتاعت الضابط. هاتوه انما سجنتك يا لمبي عشان تعرف ان انا عمك اخ ابو كرم. والله بتاعت الضابط مش سماعات حاجه. والجواز يا لمبي؟ يا عم انا جوازي ما كانت لازم تنتهي النهايه الصوره دي. الله يخرب بيتك. انت ليش يا لمبي؟ واحده انت بتسبب الحوار. كما عودناكم أعزائي المشاهدين نلتقي مرة أخرى خلف الأسوار مع سجين جديد في جريمة جديدة وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة. نتعرف عليك. اسمي اللندي. عندك كم سنة؟ مش عارف بس أنا عايش بقالي كتير. تهمتك إيه؟ تهمتي سعادتك إن أنا رحت أجيب عقد الشقة بتاع أبويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتضر وإيش؟ وإيه لو سمحت؟ غصب يعني غصب عني يعني. ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب شقه سعادتك وطردني في الشارع برضه غصب وقت ضرب وانا ما رضيتش اتكلم ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي راح ضربني بالبوان في وشي وراح عضبني من كتفي وراح ظرفني نص كده نزلت على ودن سنجيت بقى. وضح لو سمحت. وضح. وسنجيت يعني اترشيت سعادتك وانا كان ممكن امد ايدي عليه ممكن اروح اضرب صباعي في زوره واكسر له عصبه رجله انما ما رضيتش لانه ده مهمن كان برضه عمي واللي الناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا والدنيا دي سعادتك يعني. امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتله واخدش في السجن قلت اسرقه من الاخر يعني. يعني معترف بالسرقه؟ لا انا مش معترف بحاجه وبطلب المحامي. بس من واقع التحقيقات الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس. ايه ده وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات. ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه؟ لا سعاده حضره المزمزيل هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيك من بتاع الانسهال. وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي. ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب علي علوكه وقشف كخه عايزين نطلع الطيار. طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقه منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن والجريمه لا تفيد واطلب في نهايه البرنامج اغنيه لام العزيزه سيد الحبايب يا حنان انا انت. ثابت تعال مسجون. بتطفك ليه؟ الكلاب بتجيب من رجلين ساعات. مش لابس طاقيه ليه؟ بسرعة طلع لسان. ها؟ لسان الطاقيه يا مسجون. لسان الطاقيه. لسان الطاقيه اهو اهو البس طاقيه. البس طاقيه حد كله يتحرك.
شايف خلق جديدة موجودة النهاردة وحاسس فيهم بابتسامة أمل. انسوا، أحب أعرفكم بنفسي، أنا رياض المنفلوطي، أصغر مدير سجن حصل في تاريخ الوزارة. حصلت على ترقيتين خطة واحدة، نقيب من وأنا في أولى ثانوي. تلتزم بالقوانين، أحبك، يا سلام تبقى صاحبي حبيبي. تغلط يا ويلك، يا ويلك ويا سواد ليلك، هعصرك تنسي المساجين صغيرين. أحب أقول لكم إن السجن هنا التزام، احترس احترس مني، هتلاقيني منطلق في كل مكان، في زنزانتك، في فرشتك، في نومك، في حلمك، هتلاقيني ناطط في بنطلونك. هتقول الكلب ده هتقول على مكتبي. ايه يا عمي انت هتاكلني ولا ايه؟ والله انا بريء. واقف تتنطط لي في الطابور زي الكره الجل يا عطري. الحمد لله جنب الحيط، مدتك هتعدي على خير. تبعد بعيد عن الحيط هضربك بالبرطوش زي البرص. كشف المستجدين وكشف المخرج عنه بسرعه على زنزانتك يا كلب بسرعه. الله يعمل زنزانه، الراجل هيدورها ويطلع. طبعا انتوا عارفين كل حاجه، اهم حاجه هنا الالتزام وتنفيذ الاوامر عشان مدتك تعدي على خير. توزع الزلازل. تمام يا فندم. يلا بسرعة. وأنت يا ابني التوهو، طبعاً محدش قدكم. آخر ليلة تبقى في السجن. يتوزع على عنبر الإفراج. يلا. خش على الطابور. يا عم انتوا بتجبروا ليه كده؟ خلاص مروح. ما لو واحد ايه؟ خد افراج يا راجل. والله ما كنت حاسس ان انا مريض. يا راجل اجمد يا دكتور اجمد. دراعي يا فندم، دراعي دراعي يا فندم. كوعي كان هيتخلع في ايد سعادتك. خليك ريلاكس يا فندم ارجوك، خليك ريلاكس. العصبيه دي مش كويسه ابدا. وانا بتنيل باخد الزفت الحقن دي ليه؟ عشان خاطر العصبية، ولا انا باخدها تبرع لنادي الهلال الاحمر؟ يا فندم دي سابع حقنة اضربها في دراع سعادتك والسرنجة تتني. هدي نفسك يا فندم، العصبية دي مش هتجيب اي نتيجة. والعمل اعمل ايه طيب؟ انا عندي الحل يا فندم، انا عندي الحل. سعادتك الدواء ده مخصوص عشان حالة سعادتك. المرة اللي فاتت برضه قلت لي مخصوص عشان حالة زبط سعادتك. لا لا، الدواء المرة دي مستورد، ده مخصوص عشان يرفع عصب الشفة يا فندم، يدلدلها. اللي فات برضه كان مخصوص وكان مستورد عشان ينيل عصب الشفه، والشفه نزلت 24 ساعه بس، ونطر الثاني لزقت من اخيري. اعمل معروف، انا مش هعيش حياتي كلها بقي موارب، البنت مش عارف ابوسها. يا فندم الطب اتقدم دلوقتي. بلا تقدم بلا تفتح لي طبره. يلا على زنزانتك. انا دكتور يا فندم. دكتور على نفسك، بره يا كلب. علاج يا نعم. اجازه فيه. نعم اجازه. اجازه؟ ايوه. يعني ايه اجازه؟ بقالي شهر منزلت. شهر ايه؟ بقالي شهر منزلت. يعني ايه بقالي شهر منزلت؟ انا بقالي سنتين، سنتين هنا منزلت. بتعالج وانا متنيل في قلب المكان. ناسف انت. يعني ايه اجازه؟ ناسف انت. ايه الحلال اللي انت فيه ده؟ غريب قوي.